بالاستعانة بعنصر المفاجأة، قام أفراد من الجيش الوطني في جبهة ميدي محافظة حجة بالهجوم على مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع، وذلك بهدف استعادتها من قبضتهم. هذه المرة تمكن الجيش الوطني من قتل 7 عناصر من الميليشيا والسيطرة على مواقع جديدة، وأيضا الاستيلاء على كميات وفيرة من أسلحة كانت بحوزتهم كما تظهر الصور هنا. استيلاء على مواقع جديدة من الحوثيين والاستيلاء على الطقم هذا وأسلحة. هذه بعض الأسلحة التي اغتنمها الجيش الوطني، وهذه عينة من أسلحة الحرس العائلي، والحمد لله. وسنحرر جميع المحافظات من هؤلاء الميليشيات الانقلابية، وإن شاء الله قريبا وسنعانق جميع جبهات الوطن الغالي وسنحرره من هذه الميليشيات. العملية العسكرية جاءت ضمن سلسلة هجمات ينفذها الجيش الوطني في ميدي على مواقع وتحصينات الميليشيا بشكل مستمر، مع غطاء جوي من قوات التحالف التي تقوم بقصف مواقع الميليشيا هناك. إذن يواصل الجيش والمقاومة محاولاتهم في تحرير محافظة حجة بالكامل من أيدي ميليشيا الحوثي والمخلوع، رغم استماتة الميليشيا في التمسك بها عبر تفخيخها بألغام تزرعها بشكل يومي، خاصة بتلك المناطق المتوقع خسارتها لصالح الجيش الوطني. فعند الفشل بالمواجهات المباشرة تلجأ الميليشيا لزرع الألغام بشكل عشوائي دون الاكتراث بأحوال المدنيين هناك، والذين يتحملون بالأساس العبء الأكبر منها.